بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم المحاضرة الثانية. المحاضرة الثانية راح تكون عن البيانات. ما هي البيانات وكيف نفهم هذه البيانات، كيف نحلل هذه البيانات؟ طبعا البيانات هي الوسيلة الوحيدة اللي راح نتعامل معها في تعليم الماكينة. احنا مثل ما قلنا في المحاضرة الأولى انه الماكينة في هذه اللحظة ما راح نبرمجها باستخدام برامج معينة، باستخدام الآليات والهياكل البيانية السابقة. لا، راح نستخدم البيانات كمدخلات إلى هذه البرامج، إلى الماكينة، والماكينة هي اللي راح تفتهم الآليات اللي تصيغ مختلف الكائنات اللي موجودة هذه البيانات داخل هذه البيانات. بمعنى أنه مثلا إذا أنا أعطيتكم مثلا بيانات لمحاضرات الطلبة مثلا أو نتائج الطلبة مثلا على سبيل المثال، فكل طالب راح يمتلك قيد، كل قيد راح يحتوي على اسم الطالب مثلا، ويحتوي على اسم المادة الأولى، المادة الثانية، المادة الثالثة، وهكذا. أوكي، ف اسم الطالب راح يحتوي على بيانات نصية محتواها شنو؟ محتواها اسم الطالب، وليكن مثلا علاء حسين مثلا. الخانة الأولى راح تحتوي على درجة المادة الأولى، الخانة الثانية راح تحتوي على درجة المادة الثانية، وهكذا. إذا القيد مالتي راح يؤلف من مجموعة من البيانات. شنو اللي يصنع الفرق بين فلان وفلان؟ اللي يصنع الفرق انه بيانات الشخص الاول تختلف حسب القيم عن بيانات الشخص الثاني. فاختلاف البيانات هو اللي يولد لي شنو؟ اختلاف المشاهدات، ويولد لي اختلاف الكائنات. اوكي، فبشكل عام احنا راح نحاول انه نفهم ماهية البيانات، شنو هي العلوم اللي تتعامل مع البيانات، وكيفية التعامل مع هذه البيانات. المحاضرة مالتنا اللي هي الفصل الثاني اليوم راح نقسمها إلى مقطعين فيديوهات، يعني كل ما يصغر المقطع راح يكون أسهل في التحميل وأسهل في المتابعة بالنسبة لكم. الجزء الأول راح يكون عن الأشياء التنظيرية، أوكي؟ راح نشرح بيها علم الإحصاء، أنواع علم الإحصاء، الإحصاء الاستدلالي، الإحصاء الوصفي، أنواع البيانات النوعية، البيانات الكمية إلى آخره. وبالجزء الثاني راح نشرح شنو؟ راح نشرح مبادئ رئيسية أنتم سبق أنه تعاملتوا بها بمادة الإحصاء، مثلا شلون نحسب المعدل، شلون نحسب الميديان، المود، إلى آخره من هاي القضايا اللي أنتم سبق أنه درستوها. بس هذه راح تكون قضية تمهيدية، شرح تمهيدي حتى تفهمون الموضوع. البيانات موجودة في كل مكان، وين ما انت هسه تباوع بعينك، حتى مجرد انه انت هسه حاليا جاي تستمع الى صوتي، الصوت مالتي هو عبارة عن سلسلة من البيانات المتعاقبة. النظر مالتك انت جاي تنظر الى صور، الصور هي عبارة عن مجموعة من الالوان، اوكي، كل لون يمثل لي فد نمط معين. مثلا احنا من درسنا بالمادة رسوم الحاسبات قلنا يمكن تمثيل اللون يعني كمجموعة من عدة ألوان، من ثلاثة ألوان أساسية، هي الريد والجرين والبلو. أوكي، الصورة اللي نشوفها بالحاسبة أو الصورة اللي إحنا واقعنا نشوفها بالعين هي عبارة عن تمثيل بياني للبيانات اللي موجودة حولنا. أوكي، مهما يكون من شيء موجود أمامك وممكن وصفه رياضيا. أوكي، مثلا أنت أمامك باب، هذا الباب مثلا بطول عرض وارتفاع، بلون ممكن وصفه الالوان مالته، البعد، بعد الباب عنك يمكن وصفه بمسافه مثلا، لون الحائط مثلا، او مثلا يعني اي شيء امامك ممكن وصفه رياضيا. ما دام ممكن وصفه رياضيا فهذا الشيء حولناه من تمثيل مجرد خارجي الى شنو؟ تمثيل بياني رقمي ممكن التعامل وياه باستخدام الحاسب. تستخدم التقنيات الإحصائية في صناعة قرارات عديدة حول أهمية تلك البيانات في حياتنا. فإحنا مهما يكون من شيء
مهما يكن الموضوع او القضيه اللي احنا جاي نتناولها، مو المهم هو عمليه يعني مو مهم انه شنو هي هاي البيانات او شلون نجمعها او شلون نرتبها، المهم القرار اللي راح يتم صناعته بناء واللي على موده احنا ايش سوينا، اللي على موده جمعنا البيانات ونظرناها ورتبناها الى اخره. فأهم شيء في التقنيات الإحصائية هو ماهية نوع القرار وكيفية صناعة هذا القرار بناء على البيانات اللي إحنا موجودة عندنا. لا يهم التخصص الذي يجمع البيانات، يعني كل تخصص إلى نوعيات معينة من البيانات. فمثلا الطب يتعامل مع الكائنات الحية، مثلا يتعامل مع الإنسان ويتعامل مع مختلف أجزاء الإنسان. البيانات اللي يتعامل وياها الطبيب غير البيانات اللي يتعامل وياها المهندس اللي هي أطوال وأبعاد، وهي غير البيانات اللي يتعامل وياها الكيميائي مثلا هو يتعامل مع مركبات كيميائية، ايش قد عدد جزيئات، ايش قد عدد ذرات إلى آخره، يختلف عما يتعامل وياه مثلا الرجل الفاينانشال يعني المحاسب أو اللي موجود بالبنوك يتعامل مع الأموال. أوكي، فكل شخص يتعامل مع بيانات تختلف عن بيانات الشخص الآخر. المهم أنه نفتهمه أنه الإحصاء راح يعطيك انطلاقة في فهم تلك البيانات. قلنا أنه أكو هواي تطبيقات، منها المالية، منها التسويق، القضايا الشخصية، إدارة الأعمال، أو مثلا أشياء بحثية. العلم اللي يتناول كل هذا الموضوع هو علم اسمه علم الإحصاء. علم الإحصاء هو علم يعنى بجمع البيانات، تنظيمها وعرضها بشكل مفهوم للمستخدم، ومن ثم المستخدم راح يقوم بتحليل هذه البيانات وبالتالي فهم هذه البيانات حتى يصنع القرار اللي قلنا انه هو الهدف الرئيسي من عملية الجمع والتنظيم والعرض والتحليل وفهم البيانات. اوكي، اكو عدة انواع من علوم الاحصاء، من علم الاحصاء. اكو احصاء وصفي واكو احصاء استدلالي. بشكل عام يستخدم الاحصاء، التحليل الاحصائي، حتى شنو؟ التحليل الاحصائي نستخدمه حتى نلخص البيانات، هذه الكم الهائل من البيانات راح نلخصها، نصغرها، نضغطها، هذه كلها أوصاف لمفاهيم رياضية لها تفصيلاتها، يعني تفصيلات كبيرة. أوكي، من صغرناها راح نقدر نستوعبها، عيوننا وعقل العقل البشري راح يقدر يستوعب هذه البيانات بحيث يقدر يفتهمها وبالتالي يقدر يعطي قرارات مهمة عنها. قلنا اكو نوعين من علوم الاحصاء، اكو احصاء وصفي. الوصفي هو ما يمكن انه يتم تنظيمه وتلخيصه وعرضه بشكل بسيط للناظر، يعني انه احنا اول ما نشتغل على البيانات مالتنا شلون ننظمها، شلون ارتبها، شلون الخصها، ممكن انه انا اوصفها. اوكي، مثلا عدد السيارات اللي موجوده في الشارع، مثلا لون كل سياره، مثلا اشياء وصفيه، اوكي، الى اخره من هذه القضايا. فورا ما كملت انا هاي عمليه الاحصاء الوصفي، انه كم عدد الكتب اللي امامي، كم عدد المواد اللي جاي يدرسها، شلون الخصها، شلون اعرضها بشكل مبدئي، هذه كلها موجوده بالاكسل، بيانات الاكسل هذه ترتب لي اياها بشكل بسيط وواضح ومفهوم للمستخدم. الاحصاء الاستدلالي هو تطبيق عمليات رياضيه معينه على ما قمنا به بالاحصاء الوصفي. فالاحصاء الاستدلالي يعنى بالطرق المستخدمه، يعني ما يعنى باليات تنظيم وتلخيص وعرض، يعنى بالطرق المستخدمه لتحديد القضايا المفصليه حول التعداد او السكان. اوكي، التعداد شنو؟ التعداد هي المجموعه الكامنه للبيانات، يعني كل ما انت جمعته، كل الاشياء اللي انت جمعتها من بيانات هي نسميها البوبوليشن. اوكي،
البوبوليشن هي على نوعين، اكو بيانات منتهيه يعني محدوده يعني لها كم معين وتنتهي، واكو بيانات غير منتهيه. اوكي، مثلا على سبيل الفرض اذا نعطيكم تساؤل، ما هي البيانات الغير منتهيه؟ ما نوع البيانات غير منتهيه؟ مثلا انا اعطيكم مثلا اشياء ما ممكن الانتهاء منها هسه في الوقت الحاضر، اللي هي مثلا هي تعداد عدد النجوم. يعني هسه حاليا احنا ما ممكن انه نوصل الى نقطه معينه منتهيه في هذا الموضوع. اوكي، بقيه البيانات تقريبا معظمها هي بيانات منتهيه. وانا ما اخذت انا التعداد راح ايش اخذ من عنده؟ راح اخذ من عنده عينه. العينه هو مجموعه جزئيه عشوائيه ماخوذه منين؟ من التعداد. فمثلا اذا كانت عندي انا هذه الصوره، هاي الصوره بها مجموعه من السيارات بمختلف الالوان، واريد اخذ من عندها، طبعا هذه اللي انا قدرت اجمعها، مثلا الشخص الاحصائي قدر يجمع هذا الكم من السيارات، هذا هو التعداد. اوكي، كل السيارات اللي جمعها، كل البيانات. العينه هو شنو؟ هي مجموعه عشوائيه من داخل هذا التعداد. عدد يعني عدد العناصر اللي موجوده بالعينه ممكن تحديدها بشكل مسبق، بس نوع العنصر هو يتم اختياره بشكل عشوائي. هذا شيء جدا مهم. اكو نوع اخر من الاحصاء اسمه الاحصاء الاستدلالي. شنو الاحصاء الاستدلالي؟ الاحصاء الاستدلالي هي العمليه التي تستعطي الاستنتاجات او تصنع القرارات عن تعداد معين باستخدام نتائج عينه من عند هذا التعداد. بمعنى شنو؟ بمعنى انه انا سويت تعداد عن الوان السيارات، عن مجموعه من السيارات اللي موجوده امامي مثلا، واخذت انا عينه من عندها. هسه ايش راح اسوي؟ راح اصنع قرار، راح استنتج. مثلا انا اريد اخمن شنو اكثر لون ممكن في هذه السيارات، شنو اكثر لون يتم استخدامه في الوان السيارات. مثلا انا اذا عندي اطوال مجموعه من الاشخاص، شلون اقدر اخمن معدل طول عينه من هذول الاشخاص. اوكي، هذا التخمين هي من الاشياء المهمه واللي لها تفاصيل كبيره عريضه في موضوع الاحصاء، وبنظريات جدا ضخمه وجدا تطبيقيه ومهمه وتصنع قرارات فاعله. وانا ما سويت انا التخمين، راح افحص الفرضيات اللي انا خمنتها. مثلا فوق انا خمنت معدل طول عينه من الاشخاص، انا خمنت هذا الشيء. اوكي، هسه من خمنت انا هذا الشيء، تخمين هو مو شيء نهائي، هذا مو شيء حتمي وحاسم، لا، هذا يعتمد على عينه، العينه عشوائيه، العينه لا تمثل كل البيانات. لذلك عمليه التخمين هي تخمينيه، يعني مو فشيء نهائي، مو فشيء حاسم. فانا من سويت هذا الشيء، من استنتجت هذا الشيء، راح شو اسوي عليه؟ راح اسوي عليه فحص لهذه الفرضيات. فحص الفرضيه تقول انه معدل طول شخص معين هو 170. اوكي، شلون افحصها؟ إلها نظرياتها الخاصة. هذه كلها هي عبارة عن شنو؟ إحصاء استدلالي. طبعاً إلها أيضاً العديد من القوانين، العديد من القوانين غير التخمين والفحص الفرضيات. إحنا في غنى عن طرحها في الوقت الحاضر. هسه السامبلينج شنو هي؟ استخراج العينة شنو؟ استخراج العينة، يجب على العينة أن تمتلك صفات التعداد السكاني للبيانات التي تمثلها. طبعاً بمعنى انه انا اذا جاي انا اسولف عن السيارات، فالعينه لازم تمتلك مواصفات التعداد، السياره اللي انا راح اختارها هي تمتلك مواصفات السيارات اللي انا مسوي التعداد عنها. اكو نوعين من استخراج العينات، احنا قلنا العينات هي عباره عن شنو؟ استخراج عدد محدد من قبلي انا المستخدم، مثلا نقول انا اريد استخرج 7 10 20 سامبل، 20 عينة، بس شنو؟ بشكل عشوائي من التعداد. اوكي، هذا النوع من الاستخراج اكو مع التبديل او بدون تبديل.
شنو يعني؟ مع التبديل يعني يمكن اختيار عضو في التعداد اكثر من مره. يعني بمعنى انه انا اذا اختاريت هاي السياره مره في التعداد الاول في العينه الاولى، ممكن اختارها بالعينه الثانيه، ممكن اختارها بالعينه الثالثه. وقلنا العينه هي مجموعه من العناصر العشوائيه اللي تم اختيارها من التعداد. او بدون تبديل، بدون تبديل يعني اختيار العضو مره واحده في كل عينه. يعني انا اذا اختاريت هاي السياره في هذه العينه، بالعينه اللاحقه انا ما راح اختارها، راح احذفها، راح احذفها من التعداد، وبالتالي حتى شنو راح حتى احصل على عينه جديده كليا مو من ما داخله ضمن العينات السابقه. طبعا هذه كلها لها دراساتها الخاصه، شنو ليش انت تاخذ عينه مع التبديل او ليش انت تاخذ عينه بدون تبديل، كل وحده لها دراستها الخاصه. تقنيات استخراج العينات مثل ما قلنا، الاسلوب الـ يعني الاوسع والاكثر انتشار واللي هو يعني اكثر علميه، انه احنا نختار عينات عشوائيه بحيث انه كل عضو في هذه العينه يمكن اختياره بنفس الدرجه من العشوائيه. هسه انا اسالكم فت سؤال، شنو مقياس العشوائيه؟ شنو تعريف العشوائي؟ وشلون نعرفه بشكل رياضي؟ اذا عرفناه بشكل رياضي راح ممكن استنتاجه، وبالتالي ما راح يمكن انه يكون عشوائي. فعمليه العشوائيه هذه ايضا درس يراد له شروحات كثيره، بس احنا في كل حال من الاحوال موضوع العشوائيه راح نعتمد على معادلات رياضيه موجوده داخل الحاسبه تعطينا قيم عشوائيه. فما هي الطرق او تقنيات استخراج العينات العشوائيه؟ اكو عدة طرق حتى اسحب عينة عشوائية من التعداد. الطريقة الاولى هي باستخدام العينة العشوائية البسيطة. شنو هي العينة العشوائية البسيطة؟ انه each sample of the same size has an equal chance of being selected. يعني كل عينة بحجم محدد بنفس الحجم يمتلك نفس الاحتمالية انه يتم اختيار. بمعنى انه انا عندي مجموعة من السيارات اريد اختار خمس سيارات، خمس سيارات اريد اختارها بشكل عشوائي. عملية اختيار كل سيارة في العينة بشكل عشوائي هي تمتلك نفس الاحتمالية لاختيار اي سيارة ثانية حتى اختارها بشكل عشوائي. يعني توزيع العشوائية راح يكون متساوي بعدالة. النموذج الثاني stratified sample، هذا شو يسوي؟ هذا راح يسوي divide the population into groups called strata. يعني هذا راح يقسم التعداد الى مجاميع اسمها strata and then take a sample from each stratum، وبعدين ياخذ عينه من كل شنو؟ من كل مجموعه. اوكي؟ هذا النوع الثاني. النوع الثالث اسمه cluster sample او يعني عينات عنقودية. هذا راح يقسم التعداد الى مجاميع وبعدين يختار بشكل عشوائي من هذه المجاميع. كل الاعضاء من هذه المجاميع راح يصير شنو بالعينة العنقود، يعني بعينة العينة العنقودية النهائية. ما معناه هنا شنو؟ انه احنا راح نقسم التعداد الى مجموع الى عدد من المجاميع، بعدين راح نختار بشكل عشوائي من بين هذه المجاميع. الاعضاء من هذه المجاميع راح تكون شنو؟ راح تكون لي هذا العنقود، العينة العنقود. النوع الرابع اللي هو systematic sample او العينة النظامية. عينة النظامية هي randomly select a starting point and take every n piece of the data from a listing of population. العينة النظامية انه احنا راح نختار شنو؟ راح نختار فد نقطة بداية عشوائية بشكل عشوائي من بين هذه السيارات. راح اختار فد سيارة معينة بشكل عشوائي، وراح اخذ شنو؟ راح اخذ فد العنصر
اللي يبتعد مسافة N باش من هذه النقطة وأختارها أيضا، وكذلك العنصر اللي يبتعد مسافة N من هذه النقطة وأختارها وهكذا. مثلا إذا أنا اختاريت سيارة رقم مثلا 9، أريد أمشي 3 سيارات وأختار سيارة، 3 سيارات وأختار سيارة، 3 سيارات وأختار سيارة وهكذا. هذا هو شنو؟ هذا هي العينة النظامية أو سيستماتيك سامبل. أوكي، هذه كلها ضمن تصنيفات شنو؟ ضمن تصنيفات العينة، استخراج العينات. هذا النوع الأول قلنا النوع العشوائي. النوع الثاني غير عشوائي، إنه أنا أخذ شنو؟ إنه أنا أخذ فد نسبة معينة من البيانات وانتهت القضية، ما لي علاقة هي عشوائي مو عشوائي، بس هذا شنو؟ هذا راح يكون بخطأ طبعا، والخطأ اللي موجود بهذا الشيء الغير العشوائي يكون أكثر من العشوائي. المهم هذا طبعا نتيجة دراسات، هنالك نسبة من الخطأ متعاهد عليها في استخراج العينات، لا يمكن الحكم بدقة العينات في المجال الإحصائي. أوكي، يعني العينات مالتي لا تعكس الواقع دائما. ليش؟ لأن أكو نسبة خطأ، مهما يكون هذه النسبة صغيرة فهي نسبة مؤثرة ولازم تؤخذ بالحسبان عند إجراء الدراسة الإحصائية. المشاهدة observation، المشاهدة هي قيمة متغير تؤخذ أثناء إجراء تجربة معينة. بمعنى مثلا نفترض أنه هذه هي أنواع السيارات، أو هذه هي السيارات اللي أنا ألقاها بالصورة أمامي. أوكي، مثلا نفترض أنه العمود الأول يصف لون السيارة، العمود الثاني يصف موديل السيارة، العمود الثالث يصف طول السيارة، عرض السيارة، ارتفاع السيارة، مثلا دفع رباعي، حجم المحرك إلى آخره. المشاهدة هو شنو؟ هو عنصر واحد أو سيارة واحدة. أوكي، مثلا إذا كان عندي أنا مثلا قائمة بأسماء الطلاب ودرجاتهم في المواد، فش راح يصير عندي المشاهدة؟ المشاهدة هي قيمة طالب واحد، اسمه، درجته بالمادة الأولى، درجته بالمادة الثانية، درجته بالمادة الثالثة وهكذا. ما أدري إذا كانت واضحة القضية أو لا. بمعنى أنه هو عبارة عن صف من البيانات يمثل لي شنو؟ يمثل لي مجموعة من المتغيرات اللي داخلة، اللي تمثل قيمة كل عمود. مثلا إذا باوعنا هنا، إذا إلى هذا الجدول، العمود الأول يمثل أسماء شركات، العمود الثاني يمثل لي أسماء شنو؟ ستوك اكسشينج، يعني التصريف مع العملة مالتهم ويا من يتعامل. أوكي، العمود الثالث يتعامل مع مثلا المبيعات السنوية، والعمود الرابع يتعامل ويا شنو؟ الربح مالتهم، ايش قد نسبة الربح بالدولار. أوكي، فالشركة الأولى اسمها مثلا داترام، هاي الشركة الأولى، الشركة تتعامل ويا من؟ ويا أمكس. الأرباح السنوية مالتها مثلا 73 مليون دولار مثلا. أوكي، نسبة الربح مالتهم 86% مثلا، يعني على سبيل الفرض. أوكي، وهكذا. هسه الصفات الداخلة، الصفات الداخلة أو الفاريبل هو عبارة عن العمود، العمود الأول هو شنو؟ فاريبل. العمود الثاني هو فاريبل، العمود الثالث هو فاريبل، أيضا العمود الأول هو فاريبل. أوكي، الصف هو عبارة عن observation أو مشاهدة. أوكي، الخانة أو الخلية هو عبارة عن عنصر بياني. أوكي، إذا مثل ما قلنا البيانات الإحصائية هي مجمل ما تم جمعها من بيانات عن القضية المراد دراستها. يتم جمع البيانات عادة أما بتعدادها أو قياس أجزائها، يا أما أنا أحسبها كم وحدة موجودة عندي، أو أحسب شنو؟ أحسب أشياء تفصيلية عن هذه المواد اللي أنا جاي أحسبها. تجمع البيانات لتحليلها وصناعة القرارات. الهدف مو جمع البيانات، الهدف صناعة القرارات. البيانات الثانوية عادة ما تنقل مباشرة إلى التحليل الإحصائي. يعني على كل حال، المتغير عندي متغير وعندي ثابت،
الثابت هي قضية ثابتة لا تتغير، مثلا اللون الأبيض هو لونه أبيض، الرقم واحد هو رقم واحد ما ممكن تغييره. أوكي، المتغير هي قضية معينة يمكن أن تأخذ عدة قيم، قد تكون هاي القيم رقمية أو وصفية. مثلا لون السيارة قد يكون أبيض، أحمر، أزرق، أسود إلى آخره من هاي الألوان. هذه الألوان شنو هي وصفية؟ أنه أنا جاي أصف لون السيارة. مثلا أكو شنو هي القضايا الوصفية؟ مثلا مستوى الدراسي للطالب، احنا ممكن نقول انه المستوى الدراسي للطالب هذا مقبول، جيد جدا، ممتاز، او مثلا متوسط. اوكي، هذا مثلا اكو قيم وصفية ما ممكن تمثيلها بارقام، اكو قيم رقمية ممكن ترقيمها، مثلا رقم السيارة، رقم الهوية، درجة الامتحان، هذه كلها لها شنو قيم رقمية. المتغيرات على نوعين، اكو معتمدة واكو مستقلة. المستقل شنو هو؟ المستقل خلينا نسولف بالمعتمد، المعتمد هو الحدث الذي يتوقع أن يتغير نسبة إلى تبدل بالمتغيرات المستقلة. يعني المتغير المستقل يعني هذا ماكو شيء يأثر عليه، هو متغير ممكن أنه ياخذ أكثر من قيمة، بس هذا المتغير ماكو ما يعني التغير اللي يحدث إليه مو ناتج عن متغيرات أخرى، لا هو بحده يتغير. أما المتغيرات المعتمدة أو الديبندنت أو غير المستقلة، هذه تعتمد على تغير المتغيرات المستقلة. إذا تغير المتغير المستقل هو راح يتغير. أوكي، إن الهدف الأعظم من التحليل العلمي هو إيجاد العلاقات بين مختلف المتغيرات. طبعا هذا هو أعظم هدف، بمعنى أنه هذا السؤال أو هاي المعلومة هي يعني جاي العلماء جاي يشتغلون عليها حتى يلقون أمثل وصف للعلاقات بين مختلف المتغيرات. كل ما تزداد عدد المتغيرات كل ما يزداد التعقيد من عملية التحليل العلمي لهذه القضية. أنواع البيانات، حتى ما أطيل عليكم، أنواع البيانات أكو نوعين، بيانات نوعية وبيانات كمية. النوعية هي التي نفشل بوضعها ضمن تصانيف، مثلا نزاهة الشخص، مصداقية الشخص، تحديد مرض معين. هذني هاي الأنواع توصف بالكلمات، أوكي، ما ممكن وصفها برقم. نزاهة الشخص ما تساوي 10، نزاهة الشخص يعني أنا يا أما هذا الشخص نزيه أو لا. طبعا توصف بكلمات لعدم إمكانية تطبيق دالة رياضية لقياس تصنيفاتها، مقسمة إلى عدة أنواع. هذه البيانات النوعية أكو بولينوميك أو نومينال، وهي عندما تأخذ أكثر من وصفين، يعني مثلا نوع العقار قد يكون بيت، محل، مدرسة، مستشفى، معسكر إلى آخره، يعني أكثر من وصف لنوع العقار. أو شنو أوردينال؟ أوردينال هي متعددة حدود، يعني أو شنو أو يعني يعني ممكن وصفها بعدة أوصاف أيضا، اللي هي مثلا تحصيل دراسي، التحصيل الدراسي مثلا ابتدائي، متوسط، إعدادي، بكالوريوس. هذا شنو هو؟ هذا بشبه تسلسل، يعني يبدي من الصغير إلى الكبير. هنا البيت، المحل، المدرسة ما به هذا التصنيف. أوكي، النوع الثالث اللي هو ديكوتوميك، عندما تأخذ وصفا ثنائيا، مثلا جنس الشخص يا يعني اما ذكر او انثى، مثلا هل مثلا مثلا حالة الطالب في يعني نتيجة الطالب بالامتحان يا يعني اما ناجح يا يعني اما راسب. اوكي، تقدير الطالب هذا شنو راح يكون؟ نومينال، انه مثلا يا يعني اما مثلا راسب، يا اما متوسط، يا اما مقبول، يا اما جيد، يا اما جيد جدا، يا اما امتياز. لا يمكن اخضاعها لقوانين معينه من قوانين الرياضيات مثل الجمع او المعدل، لانه ما ممكن تمثيلها رياضيا، ما اعرف اخذ انا المعدل مالتي.
النوع الثاني اللي هي البيانات الكمية اللي هي ممكن وصفها رقميا، مثلا المسافة، عدد الأطفال، درجة الطالب في الامتحان الفلاني، تقاس بالحساب والتعداد على صنفين، الصنف الأول متقطع مثلا عدد الطالبات في المرحلة الثالثة، أوكي، هذا يختلف عن عدد الطالبات في المرحلة الثانية، يختلف عن عدد الطالبات في المرحلة الأولى. عدد الطالبات في المرحلة الثالثة بشكل سنوي، هذا شنو هو متقطع. عدد الكتب في الرف الثاني، أوكي، هذا بشكل يعني زمني يكون متقطع. إذا مستمر أيضا راح يختلف، راح يكون أوزان الحقائب المارة عبر حزام المطار. يعني هذا الحزام اللي بالمطار من ينزل الحقيبة به الوزن مالته شنو مستمر ما منتهي وصولا إلى آخر حقيبة. بشكل إجمالي هذه هي المحاضرة الثانية، الجزء الأول من عندها. إن شاء الله راح أكمل لكم الجزء الثاني لاحقا إن شاء الله. شكرا جزيلا.